السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبتين بكم في النادي الليبي لتربية جيرمان شيبرز. سامحونا على التأخير نظرا لانشغالاتنا اليومية، على هذا مقصرين ندير فيديوهات يعني كذا. الفكرة الموضوع جديد، هذا أكثر من واحد يراسل فيه على الخاص، على هذا بندير الموضوع على الحاجة هذه، يراسل فيه على الخاص ويبي يقول لك، يبعث لك صورة كلب يقول لك قيم هولي. يا شباب ما نقدرش نقيم أي كلب من خلال الصور، هذه لازم حاجة يعرفها. ويكذب عليك اللي يقول لك نقدر نقيم كلب من خلال الصور، حتى بالفيديو، بالفيديو بس تشوف تغيير الخطوة وكذا، واحد ممكن بنسبة 50% لكن مش 100%. أول شيء ما نبيش نضم الكلب في التقييم بتاعي، مرات أنا نشوفه عن طريق صورة أو فيديو هو يكون على الطبيعة أحلى. تاني حاجة باش ما تقعدش بعدين تدعي لي دعوة شر تقول لي ها وانت شريتها تطلع مش كويس وكذا وكذا كذا. لذلك التقييم ترفع معك حد من معارفك يكون يفهم في الحاجة هذه يشوف، ودائما ننصح البيع والشراء يكون عند دكتور بيطري. هذه الحاجة الأولى. بالنسبة حاجة ثانية، موضوع ثاني، نشوف في صفحات هلبة، سواء صفحات ليبية أو تونسية أو جزائرية أو عراقية أو مصرية، أخوتنا العرب بصفة عامة، مشكلة ينزل لك صورة كلب يقول لك ابن فلان الفلاني. من هو فلان الفلاني؟ ولد مش عارف باقيرة، ولد زيكو، ولد كذا. من هو باقيرة ومن هو زيكو؟ لما تقول لي ولد فلان الفلاني حط في حاجة اسمها اللينك بتاع البيتيجري، حطها من اللوطة مش نعرف عن الأب والأب والسلالة الجدود نتاعها. ما تضحكوش ما تستخفوش بعقول الناس لو سمحت، هذه حاجة. وتجي تناقش ولا ويطلبوا في أسعار خيالية، والله تو كلب يعني ولد شامبيونشيب جينيريشن نتاعهم أوكي يقولوا يعني حقة فيه، لكن تجيب لي كلب يا راجل مش معروف الأصل فصلة وتقول لي، وتلقاها المشكلة كلها عيوب، أوفر أنجوليشن، الهيبس نتاع والديسبلاسيا تعبانة والإلبو تعبانين. مش أنا ننصح والله العظيم يعني، وكلمت فيه الموضوع هلبة وعيت بصراحة، على أساس الكلاب حتى استيراد الكلاب تكون الكلاب يعني معها بيتيجرين، حاولوا تكون مدايرة أشعة إكس راي على الهيبس وعلى الإلبو وعلى كذا، على الأرداف والأوراق نتاع الكلب، باش لما تجي تجلس منه وبتخدم به مستقبلا ما تطلع عليكش أجيال معاقة، شبه معاقة أمراض. يا أمراض أنت في حاجات بالعين مجردة ما تشوفهاش أن الأرداف نتاعها تعبانات ولا كتافة تعبانات، لكن اللي عنده عين ويفهم في الحاجات هذه تزبط في مشي الكلب، خطوة الكلب. لذلك أرحموا عقول الناس، و هذه الفكرة يعني. الفيديو عاش درته، فيديو خفيف مضيف فيك درته، لكن إن شاء الله رجولة في حلقات القادمة إن شاء الله في الأفضل جاي إن شاء الله. وبارك الله فيكم وشكرا لكم، وإن شاء الله ربي يهدي العباد ويهني البلاد في بلادنا الحبيبة ليبيا، وإن شاء الله نرجع على القريب العاجل إن شاء الله، ونبشروا عملنا على عين المكان ونفيدوا باللي استفدنا به الناس غادي إن شاء الله، ويعم الخير على الأمة الإسلامية، وإن شاء الله ربي يبعد علينا غمة الجائحة الكورونا. أنا اللي بسببها ما قدرتش ننزل، لأن تواني مبرمج بننزل من أسبوعين فاتوا ما قدرتش، لكن إن شاء الله ربك الفرج قريب إن شاء الله، من دوام الحامي المحال إن شاء الله. وبارك الله فيكم وشكرا والسلام عليكم.